في مواجهة الوداد، ومين اللي تفضل انك تقابله ان شاء الله بعد ما نتأهل للماتش النهائي؟ تفضل انك انت يكون يعني تلعب مين، الزمالك ولا الرجاء؟ الرجاء. لا انت زي ما قلت حضرتك يعني تفكيرك في البطولة ما بتخلكش حاسس ان انت تقابل مين، انت على طول التفكير اللي جاي ده انت هتلعب الوداد، تفكر ماتش بماتش، وده بقى اللي محتاج يتفكر ماتش بماتش. ما يعني بالنسبة لك هو شوطين، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره، ما بتفكرش بعديه بعد كده. بعد كده ما مش فارق، مش فارق في حساباتك يعني، مش فارق مين، المهم انت الشوط الاول عندك في المغرب لازم تركز فيه جدا، ولازم تطلع كل اللي عندك، وكل لعيب يطلع اللي عنده. فنتمنى التوفيق.